سمعت من رايحين لغة فرنسية السنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 122. إذن كما رأينا فيما سبق بأن ليفون أنه حاول مطاردة لوسوس حيوان نادر بالصين يسمى باندا، اليوم هو من الحيوانات المحمية لأنه مهدد بالانقراض. إذن كما قلنا بأن الطفل تسلق يعني حافة النهر، ثم أنه نظر حوله، ثم أن القطار مر بجانبه بصوت قوي، ثم أن هذا الصوت اختفى، ثم بدأت تبدو أضواء هذا القطار تختفي في قوس ما. إذن ليفون أسويفي دي فولور دو باندا انيمو رار دو شين اوجوردي بروتيجي. لانفون غرامبا سور لا بيرج رغاردا اوتور دو لوي ان ترين هورلا دون لا نوي ان ابل ديشيرون انسيزيف كوم ان كو دو كوتو لو كونفا باسا دون ان تونير داسي لو رولمون دي كري لا لانغ شوني دو لوميير بلانش سيفاسا دون اون كورب لو سيلونس انوفو. اذا نتكلم عن لو سيلونس انوفو، اذا نتكلم عن الصمت من جديد، الصمت من جديد بلو افخوا، المقصود بأن الصمت يعود من جديد بعدما ذهب القطار الذي كان يبعث أصوات قوية. إذن لو سيلونس أنوفو، إذن نتكلم عن الصمت أنوفو من جديد، المقصود بأنه يعود من جديد بلو إفخوا. طبعا من حيث المعنى المعتاد بلو تعني أزرق، فخوا تعني بارد، في المؤنث نقول فخواد. طبعا لو فخوا المقصود به البرودة، كلمة مذكرة. طبعا نتكلم في الأصل عن باس تمبيراتور ou bien absence de chaleur. اذا نتكلم عن حراره منخفضه absence de chaleur بنفس الطريقه ان تعني غياب الحراره، ou bien indifférence ou bien indifférence المقصود به بروده في علاقه ما، نتكلم عن خلافات طفيفه، ou bien نتكلم عن جان ou bien contrainte احراج او تعني ازعاج. لكن كلمه فخوه كادجكتيف ان تعني سيريو ou bien phlegmatique هادئ ورصين. إذن فخوة ممكن أن تعني هادئ ورصين. نتكلم عن فخوة كأدجكتيف يعني كنعت، ممكن أن تعني بارد، لكن ممكن أن تعني أيضا هادئ ورصين. طبعا في اللغة العربية نقول هذا، نقول فلان يمتلك دما باردا، المقصود أنه هادئ. إذن طبعا فخوة كأدجكتيف ممكن أن تعني سيريو أو بيان فليغماتيك. إذن كما نتكلم عن هدوء وعن رصانة في قصتنا، طبعا نتحدث عن لو سيلونس نوفو، إذا نتكلم عن صمت من جديد بسمة الهدوء، يعني أنه يتميز بالهدوء. بلو طبعا تعني أزرق، لكن أيضا ممكن أن تعني مخيف. إذا في تعريف كلمة بلو طبعا ولها معاني كثيرة أخرى، المقصود بها دو لا كولور دو سيال كلير، إذا نتكلم عن لون السماء الصافية دو لا كولور دو سيال كلير، إذا نتكلم عن لون السماء الصافي، ثم peur ممكن أن تعني خوف، أو bien colère violente، أو نتكلم عن غضب عنيف colère violente، إذا نتكلم عن غضب عنيف. إذا بلوه ممكن أن تعني هذه المعاني. في قصتنا نتحدث عن عودة صمت هادئ لكن في نفس الوقت مخيف. كولي à la bruine qui s'est remise à tomber، إذا نتكلم عن كولي كما نقول ملصقا. إذا نتكلم عن هاد لو سيلونس نوفو الذي وصفناه بأنه بلو إفخوا، يعني أنه مخيف وفي نفس الوقت هادئ. كولي ملصقا على بغوين، طبعا بغوين كما نرى في الأسفل المقصود بها بوتيت بلوي، بوتيت بلوي فين، بغوين المقصود بها بوتيت بلوي تخيفين إفخواد. إذا نتكلم عن مطر قليل تخيفين، يعني أنه دقيق جدا إفخواد وبارد. إذا نتكلم عن ذلك المطار الدقيق كأنه ضباب ثم البارد، إذا يسمى بغوين. إذا نتكلم عن هذا الصمت المخيف والهادئ الذي يرافق هذا المطر الدقيق والبارد كي سيتي غوميز أتومبي، الذي بدأ كما نقول في السقوط، المقصود الذي بدأ في الهطول. لو غاسون مارشي لو لون دو لا غيف، إذا الطفل كان يتمشى لو لون دو لا غيف على طول الشاطئ. لا غيف المقصود به لو بور او بيان لو غيفاج، لو غيفاج المقصود به هو الشاطئ، لو بور يعني الضفه. لو غارسون مارشي، اذا الطفل كان يتمشى لو لون دو لا غيف، يعني على طول الشاطئ او على طول الضفه. ان فخواسمون دوفون، ان فخواسمون دوفون،
إذا نتكلم عن صوت أمامه، طبعا هذا الصوت يشبه صوت انكماش الورق يسمى لوفخواسمون. عندما تجمع الورقة بيدك بسرعة إذا تعطي صوتا، هذا الصوت يسمى لوفخواسمون. إذا هذا الطفل سامع أمامه صوتا كهذا ان فخواسمون دوفون il se jeta à plat ventre، يعني أنه ارتمى على بطنه. il se jeta à plat ventre يعني أنه ارتمى على بطنه، ثم يكتشف بأنه لا شيء هناك فيقول rien، لا شيء، ثم يقول rien. ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. إذن ما يكون هذا إلا الريح أو المطر الذي يسقط على القصب. إذن سدوفي، طبعا عندنا لوفير دوفوار يعني توجب، لوفير دوفوار يعني توجب، كما نقول بأن يتوجب أن يكون هذا الريح أو لابلو سور لي روزو أو المطر على القصب. إذن سدوفي إتر، إذن يتوجب أن يكون لوفون يعني الريح، المقصود لن يكون هذا إلا الريح، المقصود بأن هذا لن يكون إلا الريح أو المطر الذي يهطل على القصب. يعني هناك الكثير والكثير منها. كلمة طون مقصود بها أون سي غران نومبر أو بيان أون سي غران كونتيتي، إذا نتكلم عن بعدد كبير أو بقدر كبير، إذا نتكلم عن طون. إذا عندنا هنا إليون أفي طون إي طون، يعني أنه كان من الكثير والكثير. كيبغويسي، طبعا عندنا هنا لو فيرب بغويغ، عندنا لو فيرب بغويغ يعني أنك تحدث صوتا مبهما. بغويغ المقصود بها بخودويغ أن بغويلاج إي كونفي، بغويغ المقصود بها بخودويغ يعني أنك تنتج أو تحدث أن بغويلاج، أن بغويلاج يعني أنك تحدث صوتا خفيفا إي كونفي ومبهما. إذن بغوير المقصود بها بخودوير أن بغويلاجي يعني أنك تحدث أو تنتج صوتا أن بغويلاجي صوتا خفيفا إي كونفي ومبهما. سي لو فار بغوير إليون أفي طون إي طون كيبغويسي أون فخوطون. إذن كان من الكثير والكثير، كيبغويسي الذي كان يحدث صوتا بالشكل الذي ذكرنا، أون فخوطون سي لو فار فخوطي يعني حكا، اون فروطون، اون فروطون يعني كما نقول حاكة، يعني أنها كانت تعمل على احتكاك ماذا؟ لورتيج اون باناشي، أنها كانت تعمل على احتكاك لورتيج. طبعا تيج المقصود بها كما نتكلم هنا عن قضبان، نتكلم أحيانا عن لي تيج اون فار، نتكلم عن لي تيج اون فار، إذا نتكلم عن قضبان من حديد، نتكلم عن ساق النبات يسمى تيج، نتكلم عن القصب الذي كان بحركة ما كان يعمل على احتكاك ماذا؟ لورتيج اون باناشي، كان يعمل على احتكاك الأوراق الخارجة منه اون باناشي. طبعا لوفير اون باناشي يعني أنك تزين كما نقول بباقة، اون باناشي المقصود بها أغني دان باناش، أغني دان باناش يعني أنك تزين كما نقول بباقة. مثلا نتكلم عن اون باناش دو بليم، نتحدث مثلا عن امباناش دو بليم، اذا نتكلم عن باقه كما نقول من ريش، او نقول مثلا امباناش دو فيمي، امباناش دو فيمي كما نتكلم عن باقه من هذا الدخان كما نرى في الصوره، عندنا صعود الدخان يسمى باناش دو فيمي، كما انه يشبه باقه الريش، يشبه باقه الريش. اذا نتكلم عن امباناش دو فيمي او بيان امباناش دو بليم، إذا نتكلم عن الصعود كما نتكلم عن باقة، باقة ريش أو باقة دخان. أمباناشي المقصود بأنك تزين بالطريقة التي ذكرنا. إذا كما قلنا الآن أن فخواسمون دوفون إل سو جيتا أ بلا فونتخ غيان سو دوفا إتخ لو فون أو لا بلوي سوغ لي غوزو، إذا ممكن أنه يكون الريح أو المطر الذي يتساقط على القصب. إليون أفي طون إي طون، إذن هناك الكثير من هو الكثير، كيبغويسي الذي كان يحدث صوتا أون فخوطون لورتيج حاكا كما نقول ما يمتد من هذا القصب من أوراق. أون فخواسمون دوفون، إذا نتكلم عن صوت كصوت انكماش الورق أمام
الطفل إل سوجي طاب لا فونتخ، إذن هو يرتمي على بطنه غياه سو دوفا إتخ لو فون أو لابلوي سوغ لي غوزو، إذن لا شيء، إذن أكيد أنه يكون الريح أو المطر الذي يتساقط على القصب. إل يونا في طون إي طون، إذن كان منه الكثير والكثير. كي بغويسي الذي كان يحدث صوتا، نتكلم عن القصب أون فخوطون، إذن هو يحدث هذا الصوت أون فخوطون، يعني حاكا. كما نقول بأنه يحتك، ولكن هناك أن القصب يحك لغتيج، يحك السيقان التي تخرج منه، أو يحك مثل الأوراق التي تتفرع عنه. أمباناشي بالشكل الذي ذكرنا الآن، يعني أمباناشي كما نقول بأنها السيقان أنها تخرج كأنها باقة، أو أن هذه الأوراق تخرج كأنها باقة من نباتات القصب. أمباناشي كما نرى في الأسفل، كلمة أمباناشي المقصود بها سمبلابل أن بليماج، طبعا بليماج مقصود بها أنسمبل دي بليم دان وازو، أنسمبل دي بليم دان وازو. إذا نتكلم عن مجموع ريش طائر، مجموع ريش طائر يسمى بليماج، دو شاك كوتي، دو شاك كوتي من كل جهة، دي يونغ شانغ. إذا الطفل هنا يسمع صوتا ثم يرتمي على بطنه، ثم يكتشف بأن هذا الصوت لن يكون إلا صوت الريح أو صوت الأمطار التي تتساقط على القصب، ثم يقول بأن هذا القصب هو متواجد بكثرة طبعا، ويحدث هذه الأصوات حاكا طبعا، هذه الأطراف الخارجة منه دو شاك كوتي دي يونغ شانغ، يعني من كل جوانب يونغ شانغ. طبعا يونغ شانغ المقصود بها كما نرى في الأسفل فلوف دو شين، فلوف دو شين. إذا نتكلم عن نهر في الصين، إذا هو الذي تسلقه طبعا هذا الطفل، غيا أفير، ليس هناك ما يفعل، المقصود بأن الطفل لم يعد له ما يفعله، غيا أفير، ليس هناك ما يفعل، لم يعد هناك طبعا إمكانية لمطاردة اللصوص. غونشوناتيل، غونشوناتيل سلوفاب غونشوني، غونشوني المقصود به غوني أو بيا غوندي، غونشوني المقصود بها غوني أو بيا غوندي. إذا المقصود به أنك تتكلم مثلا بشكل مبهم، إذا ممكن أن الإنسان يتكلم ساخط مثلا بشكل غير مفهوم، إذا نتكلم عن غوني أو بيا غوندي. إذا كما نرى بأن ليفون ماذا قال؟ غيان أفار غونشوناتيل أون سوغولوفون، وهو يقف لم يعد له ما يفعله كما يرى. غونشوناتيل يقول هو، يدمدم هو أون سوغولوفون، يعني هو يقول هذا الكلام وهو يقف. سيت فوا جو لي فريمون بيردي، سيت فوا في هذه المرة جو لي فريمون بيردي، يعني أنني فقدته حقيقة، جو لي فريمون بيردي يعني أنني فقدته حقيقة. إذن طبعا هو فقد الحصول على هاد النوع من الدبابة المسروق، إذن بمعنى آخر أنه لن يتمكن على استرجاع هاد النوع من الدبابة المسروقة. Je l'ai vraiment perdu. إذن طبعا نتكلم عن لو فيرب بيردر، لو فيرب بيردر يعني أنك تفقد أو تخسره، بيردر المقصود بأنك تفقد شيئا، بيردر لكلي يعني أنك تفقد مثلا المفاتيح، بيردر لكلي يعني أنك تفقد مفاتيح، بيردر أن بروجي يعني أنك تخسر مشروعا. إذن جو لي فريمون بيردي يعني أنني فقدتهم حقيقة. إيل سابريتي ا سون روتورني لورسكيل بيرسو أن راكلومون، إذن هو كان يتهيأ، عندنا لو فيرب سابريتي يعني تهيأ، إيل سابريتي ا سون روتورني يعني أنه كان يتهيأ للعودة من هناك، عندنا أون تترجع لهذا المكان. لورسكيل بيرسو، عندنا لو فيرب بيرسوفوار وليس ابيرسوفوار، طبعا نتكلم عن بيرسوفوار التي تعني أدراك، ولا نتحدث عن لو فيرب ابيرسوفوار التي تعني لمحة. إذن إل سابريتي ا سون روتورني، إذن هو كان يتهيأ للعودة من هناك. لورسكيل بيرسو، عندما أدراك أن راكلومون، عندما أدراك أن راكلومون، راكلومون تأتي من فعل غاكلي يعني كشط بقوة أو احتك بقوة. إذن أن بروي ديفيرون دي ميغمير كونتينيال دي روزو،
إذا نتكلم عن أن بغوي، إذا نتكلم عن صوت ديفيرون مختلف، أن بغوي ديفيرون، هناك صوت مختلف دو ميرمير. طبعا نتكلم عن لوفيرب ميرميري، نتكلم عن لوفيرب ميرميري المقصود به همسة، ميرمير المقصود به الهمس. أن بغوي ديفيرون دو ميرمير كونتينويل، كونتينويل المقصود به أنه مستمر، دي روزو للقصب. أن بغوي ديفيرون دي ميرمير كونتينويل دي غوزو، إذا نتكلم عن صوت مختلف لهمس مستمر دي غوزو للقصب. طبعا وسط هذه الأصوات طبعا المستمرة للقصب سمع هاد الكشط، سمع صوت احتكاك يلطون دي لغاي. طبعا نتكلم عن لغاي بطوندر، طوندر المقصود بأنك تمد، إذا يلطون دي لغاي كأنه يمد الأذن، المقصود بأنه يحاول الاستماع. طوندر يعني أنك تمد شيئا، إلطون دي لغاي كأنه يمد الأذن حتى يصل بهذه الأذن إلى مكان الصوت، المقصود هنا بأنه يتوقف ليستمع مدى هناك. إلطون دي لغاي يعني أنه يركز سمعه حتى يسمع مدى هناك. ديستانغا سي لو فيرب ديستانغي، ديستانغا سي لو فيرب ديستانغي، ميز يعني أنه يميز. كلابوتمون، كلابوتمون تأتي من فعل كلابوتي، كلابوتي المقصود بها بخدوير ان كلابوتي، كلابوتي كما نتكلم عن بقبقة. مثلا ارتطام الموج مع الصخرة يعطي هذا الصوت، إذا نتكلم عن كلابوتي، لو كلابوتي دي فاغ، إذا نتكلم عن هذا الصوت الذي يحدث الماء بارتطامه مع الصخور. إذا نتكلم عن الطفل هنا يلطون دي لغاي distingue un clapotement qui dominait، طبعا لو فيرب دوميني يعني سيطر على. il tendit l'oreille distingue un clapotement qui dominait le léger sac de l'eau contre la berge. distingue يعني انه ميز، un clapotement، clapotement المقصود به هو اصطدام الماء مثلا مع الصخور، اذا يسمى clapotement. ثم عندنا غوساك، ثم عندنا غوساك، إذا نتكلم عن صوتين للماء هنا، إذا عندنا كلابوتمون يعني اصطدام الماء، ثم عندنا غوساك، ثم عندنا غوساك. إذا غوساك المقصود به روتور فيولون دي فاغ فخابون ان اوبستاكل، روتور فيولون دي فاغ فخابون ان اوبستاكل، غوساك المقصود بها روتور فيولون دي فاغ فخابون ان اوبستاكل. إذا نتكلم عن عودة قوية للأمواج التي تضرب حاجزا، مثلا أنها تضرب صخور، التي تضرب حاجزا المقصود أنها تصطدم بحاجز، مثلا تصطدم بصخور. إذا عندما تضرب هذه الأمواج، هذه الصخور، تحدث ما نسميه لو كلابوتمون، ثم أن هذه الأمواج تعود بشكل سريع وقوي. عودة الأمواج بهذا الشكل تعطي صوتا نسميه غوساك، نسميه غوساك. في النص عندنا distingue un clapotement، إذن هو ميز un clapotement qui domine، الذي يسيطر، domine المقصود به سيطرة. إذن نتكلم عن هذا clapotement، هذا الاصطدام الذي يسيطر، يسيطر على ماذا؟ domine le léger sac، يسيطر على صوت عودة الماء الخفيف، يعطي صوتا خفيفا. distingue un clapotement qui domine le léger sac دولو كونتخ لابرج، هاد غوساك دولو هو للماء، كونتخ لابرج الذي يرتطم ب لابرج، كونتخ لابرج كما نقول ضد لابرج، ضد الضفة، المقصود أنه يصطدم بهاد الضفة. puis le crissement des tiges contre une masse dure، puis le crissement des tiges contre une masse dure. distingue un clapotement qui dominait le léger sac de l'eau contre la berge. عندما ركز سمعه ليسمع الأصوات، إذن هو ميز un clapotement. puis le crissement des tiges contre une masse dure. طبعا crissement المقصود به grincement، كما لو نتكلم عن صرير، كما نقول بالدارجة تزياط يسمى crissement أو بيا grincement. عندما ركز سمعه ليسمع مدى هناك، سمع صوت ارتطام الماء ثم صوت رجوع الماء، puis le crissement، ثم سمع هذا الصرير، صرير ماذا؟ puis le crissement des tiges contre une masse dure،
puis le crissement des tiges contre une masse dure. ثم صرير سيقان نباتات contre une masse dure على جسم صلب. إذن طبعا الطفل يركز سمعه فسمع صوت الماء ثم سمع ماذا؟ ثم سمع صرير احتكاك سيقان النباتات طبعا بأجسام صلبة لي فون اي جوست لو طون دو سو ديسيميلي دون لي هوتيرب. إذن لي فون كان له فقط الوقت ليختفي بين النباتات العالية. لي فون اي جوست لو طون دو سو ديسيميلي دون لي هوتيرب. لي فون كان له فقط الوقت ليختفي بين النباتات العالية. المقصود بأن لي فون لم يحصل على اللصوص بل أنه وجد نفسه بين النباتات العالية. إذن هو لم يحصل على هدفه بالقبض على اللصوص واستعادة الحيوان بل وجد نفسه بين النباتات العالية. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.